نروح بقى لفريق 2001، الفريق اللي ما شاء الله فريق بيقدم مباريات قويه معاه دلوقتي الكابتن معتز اينو بكامل مسيره الكابتن ياسر رضوان اللي يعني دلوقتي في نادي شبين، نتمنى له التوفيق. وبالمناسبه راح نادي شبين الكابتن ياسر رضوان يعني بعد موافقه النادي الاهلي والكابتن خالد بيبو، بيستكمل المشوار مدير فني كف الكابتن معتز اينو، ايضا بيواصل سلسله الانتصارات. فريق 2001 في المباراه الاخيره فاز امام الانتاج الحربي بهدف سجله اللاعب محمد رضا. نروح نشوف مع بعض هدف اللقاء. هدف من الاهداف الحلوه جدا. طبعا مفتاح الهجمه هو اللاعب احمد سيد عبد النبي، بيلعب باك رايت ما شاء الله، لعيب مميز جدا في 2001. وكمان التكمله الهجوميه والمتابعه، شفنا لعيبه النادي الاهلي عدت الثاني، الثالث كان موجود، الانتشار داخل ال 18 انتشار جاي.